of mood court model. هاي ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. عايزاكي تكلميني عن MCM. MCM هو student activity بدا في 2015 وكملنا فيه لحد السنه دي. طبعا ابتدى بفاوندرز وبعد كده بقى في بورد ممبرز بيتجددوا كل شويه بتيم. عندنا اورجنايزنج تيم في 6 كوميتيز وعندنا اكاديميك تيم. الاكاديميك تيم في 3 كوميتيز اربيتريشن وكريمنال واي اتش ال اللي هي انترناشونال هيوميتيريان لو. انترناشونال هيوميتيريان لو دي كوردينيتد باي الاي سي ار سي. الاي سي ار سي بي بروفايد اس سبيكرز بي بروفايد اس بوكس وكونتنت للسيشنز كلها. وطبعا في اخر السنه ريجاردنج الاكاديميك كوميتيز دي بيبقى في كومبيتيشن سيميوليشن للموتنج بيحضرها جادجز و اتس يعني بتبقى كايند اوف ا ريل موت كورت. بس كده بنعمل اكتيفيتيز ثانيه انترتينمنت اكتيفيتيز وبنعمل ايفنت اسمه ذا ليجل سوسايتي. هو في الاول كان اسمه امبلويمنت فير بينزلوا فيه المكاتب للستودنتس بتديهم opportunities ان هم ينزلوا internships فيها. طبعا المكاتب دي بتبقى للسponsors بتاعت الموديل نفسه. بعد كده السنة اللي فاتت we expanded الemployment fair وبقى اسمه legal society. بقى event بيتعمل على اساس ان هو employment fair workshops بيبقى فيه sessions بيجي figures public figures كتيرة جدا. و التفاعل السنة اللي فاتت مع الليجل سوسايتي كان قوي علشان كده احنا السنة دي هنكمل في الليجل سوسايتي وعندنا يعني نظرة او بلان ان هو يبقى اكبر من السنة اللي فاتت واوسع بكتير. طب انت شايفة مدى تأثير MCM على الطلبة؟ انا شايفة ان هي opportunity حلوة جدا ان هم بيتعلموا حاجات كتيرة قوي drafting بياخدوا skills لان السكرتاريات عندنا بيتقسموا ل هما تلاتة اتنين منهم بيدوا topics وفي واحد منهم بيدي skills soft skills. فهي بتعلي السكيلز بتاعت الطلاب بتعلمهم يعملوا legal drafting ازاي انه how they choose the legal terms how they do a research a legal research. it helps them a lot وغير كده بتكسر الحاجز اللي جواهم ان هم they can work under pressure عادي. بتكسر حاجز برضو التوتر لان هم بيقعدوا قدام judges اول مرة بتبقى صعبة. بعد كده يقدروا يدخلوا simulations لموت كورت تانية زي اوكسفورد وسام وجيسب. طيب عايز اعرف ايه المين ايفنت بتاع ام تي ام؟ هو ليجل سوسايتي. تمام. زي ما قلت هو كل سنه بيبقى احنا على السنين اللي فاتت كان بيتعمل جوه عندنا في الجامعه في فرع شيخ زايد هو انجلش. من السنه اللي فاتت ابتدينا ان احنا اكسباندد عملناه في بره الجامعه. ولما عملناه بره الجامعه طبعا كان في قلق كتير قوي ان الحضور الناس الرياكشن بتاع الناس. بس هو خد رياكشن اكبر من اي حد من الهاي بورد او البورد ممبرز اللي السنه اللي فاتت كانوا متخيلينه. فاحنا السنه دي برضو هنكمل على ده وهنكسباندد اكتر بعدد الورك شوبس بالسبيكرز اللي هيجوا بالناس اللي هتكفر الايفنت. فهو هيبقى اكسباندنج اكتر من السنه اللي فاتت.